بتروح مثلا لو انت في كليه او في ثانويه عامه مثلا وسط جيرانك او حاجه، بتدخل بالظبط الشارع، او لو انت داخل على الجامعه بتشوف نتيجتك، فبتلاقي يعني والله العظيم ثلاثه، انا المنظر ده شفته انا داخل كده، لقيت لك واحد صاحبي واقف واحنا بتوع ربنا واحنا بتوع ربنا واحنا بتوع والله، والناحيه الثانيه بنت واقفه قدام الكشف عامل كده. فانا دي صاحبتي وده صاحبي، فانا قمت جاري على البنت صاحبتي قومتها سندتها، مالك يا هدير في ايه؟ انا ابويا هيبهدلني، ابويا هيبهدلني، اقول لها طب صلي على النبي اهدي اهدي، والله العظيم كل حاجه هتعدي هتعدي، في سمر كورس هنعوض، وممكن تقولي لابوك ان انت طلعتي صافي يا ست. يا مينا يا مينا، سمر كورس ايه؟ انا جايبه سته جيد جدا واحده امتياز. معلش الاغمى عليكي من شويه ده كان ايه؟ تقولي اقسم بالله في مادتين المفروض اجيب فيهم امتياز مش جيد جدا. فانا طلعت لها الصوت اليوم ده، ما علينا. وقمت جاري بقى قعدت ارقص مع الواد، فبقول له يا واد عملت، قال لي سامع مقبول واحنا بتوع ربنا واحنا بتوع ربنا واحنا بتوع ربنا، والله العظيم.